الحين وراك انت وياه رايح عند ابوي تقول ولدك ما نشوفه، اشغلت امي وابوي الله يشغلك انت وياه. ابوك التصريف البطله، تعال تعال علمنا وينك زابل لك كم يوم. والله لا زابن ولا شيء، صرت اطلع مع جروب ثاني، اطلق من جو الاستراحه، جوهم رايق. جوكم عزايم؟ وش دخل عزايم؟ وهو صادق، على شكلك ولبسك كنك جاي من عزيمه وطاقها احلى مفطح. انتم اخر ناس تتكلم عن اللبس، وش اعرف كنت وياه هذه الموضه؟ بس تبون الجد؟ يا عليهم جو، عليهم فخامه، تبون اكل، تبون مواتر، تبون كل شيء اسواق، تمشيه، تي 1، فرفره. طب عادي تدخلنا معك بذا الجو؟ والله إذا تبغى تدخل معنا يا عامر يبغاك تغير أشياء كثيرة مرة. أشياء كثيرة فيني أنا؟ مثل وشو؟ اسمك، لبسك، شماغك، مشيتك، وبين بينك طاقيتك. طيب لو جيت ببنطلون وتيشيرت يمشي؟ يا قدمك أنت يا حبيبي، التيشيرت والبنطلون بطلوها من زمان. الحين ثوب السلك الكريمي هو ترند عند عيال شمال الرياض، ويبيكم تشترون سماعة إيربودز وتحطون واكس على شعوركم. أقول لك أنا ما عندي واكس، ينفع أحطه على شعري زيت؟ زيت أجل يا حبيبي. أنتم يبغالكم تدريب نظري وعملي وبروفا قبل الطلعة، خاصة أنت يا بابا سنفور. قصيت سماعتي عشان تصير زي سماعتك. السموحة ياسر امسحها في وجهها هالمرة، تعرف خوينا درج. الحين وش المرحلة الجاية اجعلك تسلم؟ وهنا يكون دخلنا على المرحلة الثانية. اما عاد المرحلة الثانية لا يكون بس تبينا نستأجر موتر، وموتر كفتة وش فيه؟ لا يا عامر، موتر كفتة ما يواكب المرحلة ابدا. انزل انزل، وش عرفكم انتم؟ اوف 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 اوف، سلامات. الناس كلهم طقمه نفس لبسنا، يقلدونا. ما يقلدونا يا سبك انت وياه، ذولا ماشيين على نفس الجدول حقنا. ان شاء الله نلحق نستاجر موتر قبل ما يخلصوا المواتر علينا. يلا يدك على 500 انت وياه. 500 ليه يا ابن الحلال؟ الكشخه هذه والفخامه هذه يبغى لها موتر زي الناس، يبي لها رينج روفر جي كلاس ولا روز رايز، يبغى لنا نحمل كل مقاطع البارت المحذوف. ها وطنخ شبابك قبل ما ترحل ايامك. صح لسانك وابشر بعزك. هذه 500 ريال كنت مخليها لليالي المعاسير، وجاء وقتها وقت المخاسير. في 200 تمشي؟ جبها. انا ما راح اركب معاكم. دار انك طفران يا ابن حلال، جيب جيب اللي معك. انا معي 20 ريال. تنفع تنفع، نستب فيها الكفرات. جبها. حتى يا عيال الطابور ده متى يمشي؟ لا يخلص التي 1. اما يخلص ترى مو بحفله، يحس بحفله التي 1. شارع ترى مو بحفله. شارع؟ اي شارع ما يخلص. اوكي خلوه علي يا عيال. يا عيال من اللي سيارته محروقه برا؟ يلحق عليها بسرعه. وانت ورا ما طلعت معهم؟ انا جايب تاكسي. جايب تاكسي؟ اي تفضل تفضل. لا 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 انت قبلنا امشي. لب الموتر الفخم يا عيال. كويس يا عيال لحقنا على اخر موتر، ولا كان ضاع الجدول. المهم يا عيال طق الثقل ولا تتلفتون واجد. ولد، ايش قلت لكم انا؟ ليه؟
لأن أي واحد معه موتر فخم يتلفت واجد يعني مستأجرة. راحوا عادي. هلا والله بالعيال. الحين وش الجدول يا الخوي؟ بنروح للعيال كاستين. أما عاد هالموتر الفخم وذا اللبس بالأخير نكشت. وش عرف كنت وجهك؟ بتشوف الجدول كيف؟ وأبيكم تطقون الثقل لا تفشلوني معهم، وأبيكم بعد كل كلمة تقولونها تجعلك الحياة، تجعلك تسلم والله يحييك، كذا النظام. طيب الله يحييه. حتى أساميكم ما تمشي معك أشختنا. إيه حتى أسامينا الحلوة بتغيرها؟ أمانة يا عامر، اسم شكش حلو؟ قل عادي لا تستحي. بصراحة يا شكش أحمد ربك إن نمشيك على ذا الاسم. إيش كان يدلعونك يوم كنت صغير؟ كان يدلعوني شكشوكة. شوف خذ لك شكشوكة فضيلة. كلكم يا عيال لازم أغير أساميكم. أنت يا عامر راح يكون اسمك نايف بن تركي. أتحداك الاسم البطل يجي نايف بن تركي ونسحب العامر. أنت يا شكش مشاري بن محمد. أنا أبغى اسم يحيى لأني أنا أحب اسم يحيى. لا 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 لا، أنت اسمك يا كفتة مشعل بن سعد. كل واحد يحفظ اسمه زين يا عيال. ها لزوم لها يا جعلكم تسلمون.